جديد لفقرة محلى زينك. اليوم باش نحكيو على لي كولور اللي نجمو نختاروهم لشعرنا، وتحديدا على دي كولور الحقيقة صعاب شوية مزيانين على الاخر، ينجمو يواتيوك يقلبولك حياتك ويقلبولك اللوك الكل، كيما ينجمو ما يطلعوش على البشرة متاع الوجه. ولونتروتيان بتاعهم زيدا ماهوش ساهل، هي ألوان جريئة، نحكي على الكويفري، نحكي على الفيولي، نحكي على الروج، الألوان هذه مش أي حد ساعة يعملهم وينجح فيهم وما يمشيوش مع الناس الكل. شوفوا مع بعضنا مع المختص بالطبيعة بلال الأسمر باش يعطينا كل التفاصيل هذه. صباح الخير نهارك زين بلال. بونجور عفيف، عايشك، ميرسي بوكو. بلال، الألوان هذه تتسمى ألوان جريئة؟ هذه جريئة أكيد، احنا نسميوها الشتوية زادة. شتوية. خاطر العباد تمشي لها الأغلبية في الشتاء مش في الصيف. دونك خاطر لي كولور هذوما نقولوا احنا ما يحبوش الماء برشا، ما يحبوش البحر دونك الأغلبية العباد تمشي لهم في الشتاء. فهمت، ولازم تكون عندك جرأة قوية باش تجم لازم حتى في شخصيتك معناها تكون شخصية صحيح ان بو سبيسيال باش تعمل كولور كيما هذايا. ماهيش حاجة سهلة خاطر باش تقلب من 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 ناتوريل لحاجة هكا صعيبة برشا. فهمت، فما اللي ما ينجمش يقبل روحه جملة يعني قدام المراية. فهمت، كيما نشوفوا توا معانا لي طون دو روج. واو، محلاه الروج هذا يا عبد. دونك هذايا لازموا برشا جرأة زادة. ياسر مزيان وي. فوالا. يفو سافواغ لو بورتي زادة هذايا ما يجيش مع لبسة الكل، ما يجيش مع المكياج الكل. ماهوش ساهل. وحتى من الكولور دو بو زادة. اي. معناتها حتى من الكولور دو بو مش ما تنجمش تحط على أي على أي لون نتاع بشرة يعني. بلال، اليوم راكي باش تاخذ قرار نتاع أنها باش تبدل وتمشي للكويفغي، باش تمشي للأحمر، باش تمشي للفيولي، شو من الحاجات اللي يلزمها تاخذهم بعين الاعتبار قبل ما تعمل هالخطوة هذي؟ معناتها لازم تكون أول حاجة معناتها عندها الجرأة سورتو. معناتها أول حاجة أنك باش تمشي، خاطر أنت في طون ناتوريل باش تتحول للأحمر هكا على الآخر، معناتها روج أنت تشوف فيه قوي على الآخر، ماهيش حاجة سهلة يعني. فهمت، وحسب وجهك، حسب كولورك، حسب أنت كيفاش، اسكو ديما تمكيج ديما لا ولا لا. فهمت، دونك لازم تخمم شوية، تخمم في هذوما الكل. أي تخمم قبل ما تدخل في الجو هذايا، تخمم في ستيلها نتاع المكياج بيدو مش صحيح هو نفسه ديجا. اما هما سينو عندهم ستيلهم ومزيانين على الاخر معناتها كما تشوف ويجبد العينين. لونتروتيان نتاع الالوان هذه اصعب من الوان اخرى؟ لا ماهوش صعيب برشا لونتروتيان نتاع الالوان هذيا. دونك ديجا توا ولا فما شامبوانات باش يفيكسيو لك اللون، خاطر هما ما يحبوش برشا الغسيل. دونك شامبوان يعمل لك فيكساسيون دو كولور. فهمت، تقعد تغسل به ديما باش لونك يقعد ديما ما يوليش ترن ويبلاح ويولي ما عادش فيه بريونس. دونك شامبو هو اللي باش يستحفظ لك على اللون نتاعك يعني. هذا كويفغي اللي نشوف فيه. هذوما لي طون تاع لورونجي صح. تاع لورونجي. اللي ياسر ولاو يحبوهم لي جون زاد هذوما. وهذايا اصعب طون فيهم خاطر ما يواتيش معناتها هذايا لازموا ديما القشره البيضاء واللي فيها النمش سورتو. فهمت؟ دونك مش الناس الكل تنجم تعملوا. هذايا من اصعب لي كولور يتسمى فيهم هما الكل. دونك هذم نخيروهم في الشتاء في الصيف. في الشتاء اي، خاطر ديما كيما قلت لك معناتها ما يحبوش برشا الغسيل، ما يحبوش معناتها البحر البيسين. فهمت، دونك ديجا انت توا ولات معناتها شعرك روج ما يخليوكش تهبط في البيسين، خاطر هو يسيب الماء الاحمر. بيان سور هو يسيب ديما يسيب الماء الاحمر. فوالا يسيب الماء الاحمر. دونك هذوما علاش العباد تمشي لهم ديما الاكثريه في الشتاء، علاش قلت لك نسميهم الالوان الشتويه. باش نمشي للون هذاك يلزمني نعمل افاسور قبل. اكيد لازم اول حاجه صحيح. اول حاجه نحضروا الشعره كيفاش يعني، هي غامقه باش نحطوا عليها اللون ديريكت ماهوش باش يخرج. دونك لازمتنا نفتحوها قبل وبعد نصبغوا هكاك تصير العمليه، وديما معناتها نشوفوا الكاليتي قبل اهم حاجه يعني، خاطر هو بالتفتيح تخدم معناها كانك باش تعمل ديمج. صحيح، دونك لهنا لازمتنا ديما دياجنوستيك نجربوا بسبله وبعد نبداو نخدموا شعر الكل، خاطر باش تفتحها تنجم تتضر، تنجم تتكسر. وباش ترجع من بعد الالوان اخرى زاده صعيبه. زاده مش حاجه سهله فوالا. انت علاش انت قلت قبيله قرار صعيب؟ اي قرار صعيب. اما شنو علاش قلت لك ديما تسمع كلام الحجام نتاعك هو اللي باش ينصحك. دونك وقت اللي انت تحب ترجع ديجا هو يبدا يحضر فيك قبل بشهر وقبل بشهرين، يبدا يقول لك سي بون تو نقصوا على الصبيغه ما عادش نصبغوا، حتى لين يبدا يتنحى ينقص وحده باش احنا من بعد كي نفتحوا شويه تعاوننا الفاز هذيك. فهمت، خاطر سورتو الروج معناتها حاجه صعيبه على الاخر. صعيب وانا باش يتنحى يحبلو برشا حاجه صعيبه برشا وقت. تخي بيان، يعطيك الصحه. دونك من الحاجات المهمه وانه بور غاردي لا كولور يلزمني ناخذ الشامبوان. صحيت الحاجه اللي تفكسي لي اللون، خاطر هو ملي قلت لك يخرج في ساعه بالغسيل في ساعه يتنحى. يعطيك الصحه بلال، ميرسي بوكو على المعلومات هذه الكل.
وانتم اذا كان تحبوا تزيدوا تعرفوا اكثر فيما يخص لي تانتور، شوفوا الالوان المزينه كما اللي كنا قاعدين نشوفوا فيها لي كوب الحلوين لي طون اللي قاعد يخدم فيهم بلال الاسمر، حاجه روعه. ما عليكم كان تدخلوا الانستغرام بلال الاسمر وتعملوا طله وتشوفوا شنو اللي يمشي معاكم وتطلبوا النصيحه بالطبيعه ديما كما ينصحكم بلال من عند الكوافير نتاعكم. احنا باش نمشيو الفقره المواليه سانتي اي بيانيتر. بطبيعة كي يجي الشتاء فما حاجة اللي ديما نوليو نحكيو عليها واللي نجمو ننسبوها لكل شيء، نحكي على الروماتيزم. الروماتيزم اللي عادة يترافق مع الشتاء، تو نعرفوا مع ضيفتنا اليوم إذا كان هو يتحاير في الشتاء كهو وإلا نجم يكون موجود في الصيف زادة كيما في الشتاء. فرحانة وأنه بحضينا الدكتورة سمر القرقني، طبيبة مختصة في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم. صباح الخير ونهارك زين. عسلامة. مرحبا استضافه منورتنا دكتوره. هذا فهموا العباد ساعه اول حاجه شنو هو الروماتيزم؟ والله انا ياسر فرحانه انه استدعيتوني على السوجي هذا خاطر هو موضوع مهم برشا، خاطر فما برشا خلط في ذهن التوانسه شنو هو الروماتيزم شنو هو البرد. دونك مهم انه واحد يفهم شنو هو الروماتيزم بالضبط. دونك روماتيزم هو ديجا اختصاص كامل، دونك فما برشا امراض اسمهم روماتيزم. احنا هنا باش نحاولوا نشوفوا اهم الوحيد اللي الاكثر يتعرض عليها اللي موجودين بكثره. فوالا اللي موجودين بكثره. فما ثلاثه وحيد. اول حاجه التهاب المفاصل اللي هو نوع من تاع روماتيزم. داكور. ثانيا فما تاكل الغضروف اللي هو كي القروش يتاكل. هذايا كثير روماتيزم زاده. هذاك روماتيزم. فوالا. وثالثا فما اللي احنا نسميوه هشاشه العظام هي الاوستيوبوروس اللي هي كيف ما اسمها يقول يفسر لنا انه هو تمس العظام. العظام يخف من الكالسيوم والمينيرو اللي فيه يولي يتكسر فاسيدمون. داكور. معناها يوم تروى هكايا اكس كبار عندنا في تونس ما نجموش نحكيو على اسباب واحده ولا اعراض واحده، دونك كل واحد اسبابه وكل واحد اعراضه. فوالا اكزاكتومون. يلا نبدا عندك الروماتيزم انفلاماتوار هذايا يجي في كل عمر، ينجم يجي للصغار وينجم يجي للكبار، ما فيهش عمر سبيسيال. هو شنو هو؟ مرض مناعي. معناتها انه المناعه نتاعك في عظمه تدافع عليك من الجريب من اللونجين من الامراض الجرثوميه. الامراض الجرثوميه تولي هيجة على المفاصل نتاعك وتواكل المفاصل. دونك سا سي ايمونولوجيك المرض نتاع المناعه. ثانيا فما تاكل الغضروف اللي هو سيدو لاختروز القروش نتاعك يتهرى مع العمر. هذاك فيها برشا الوراثه وفيها انه الاعمال اخرى اللي هو الوزن السيدونتاريتي انه الواحد ما يتحركش برشا. هذاك مرض يجي المود دو في نتاعنا زاد ينجم ياثر على الغضروف. هذاك يجي الاكثريه عند النساء ومع العمر. هذاك هو يجي في الكبر. هذه الثانية. وفما هشاشة العظام. هشاشة العظام تجي الأكثرية عند النساء بعد انقطاع العادة الشهرية وتولي العظام نتاعها هش. علاش بعد انقطاع العادة الشهرية؟ خاطر يوفى الأستروجين والأستروجين يحافظ ياسر على العظام نتاعنا. دونك يقص هذاك الأستروجين تولي العظام يخف من الكالسيوم والفوسفور اللي فيه والعظام يخف. يجي زادة لعباد أخرين اللي هما فما دويات يحتيوا المرض هذيك يقول لك ناخذ برشا الكورتيكويد هذاك يخفف العظام كي تاخذه فتره طويله. والا يجي عند رجال اما في عمر متاخر اكثر بياسر. اكثر من سي اكبر من سي ينجم يجيهم. فوالا. دونك قبيله انا طرحت سؤال اسكو مربوط بالشتاء والا صيف مع الشتاء؟ والله هذايا سي تان ميت اللي من قديم الزمان العباد يحكيو عليه، انه فما عباد كي يجي البرد الوجيع نتاعهم تزيد. الوغ قبل كان فما برشا دراسات اما ما وضحتش اسكو الحكايه هذه بالحق والا لا. توا ان 2019 خرجت دراسه وضحت انه بالحق فما عباد كي يجي شتاء الوجيع نتاعهم يزيد. نسميهم لي ميتيو سنسيبل. هذوما يقول لك انا كي تجي فصل الشتاء الوجيعه تزيد. دونك حبينا نعرفوا هالعباد هذوما شكون؟ الاكثريه سي دي فام نساء كي يكبر العمر نتاعهم ويبداو سي دي فام حساسه انكسيوز اي حاجه تاثر فيهم. هذوما النساء اللي اكثر هما يعملوا يكثروا المجيع في الشتاء. معناتها لي جون ميتيو سنسيبل ان فيت موجوده الحكايه. اما مش اي واحد يكون ميتيو سنسيبل، فمع بعيد اكثر من الاخرين. فوالا. مش الناس الكل. فوالا مش الناس الكل. دونك حبينا نعرفوا هل علاش العباد هذوما الوجيعه نتاعهم تزيد في الشتاء.
مالوغوزمون ما لقيناش حاجه واضحه. شنو لقينا؟ دي زيبوتيز اللي يقول لك مثلا تخثر نتاع الليكيد سيلوفان هو الزيت اللي يغلف المفصل هذاك يزيد في الشتاء دونك يزيد في الوجيع. والا فما دي زوتر زيتود يقول لك لي كونتراكتور نتاع العضلات نتاعنا تزيد في البارتي هذيك في الشتاء دونك يزيدوا الوجيع. والا فما عباد يقول لك ان فيت في الشتاء لومور نتاعنا ماهيش لهالدرجه باهيه دونك ما عادش نتقبلوا الحاجات بسهوله دونك تولي اي حاجه تاثر فينا واسانسيالمون البرد فوالا دونك ما عادش تقبل الالام كيف ما تتقبلهم في الشتاء كيف ما تقبلهم في الصيف. في الصيف لومور نتاعنا في الصيف هكا تتعدى الجو فوالا فما خروج فما حركه دونك فوالا. كيفاش نجموا نقلوا من الوجيع هذوما دكتوره؟ فماشي ما نعرفش انا حاجات في سلوكنا اليومي تخلينا نقصوا من الوجيع. الوغ فما حاجات غير الادويه بالطبيعه الناس ولا. اللي لازمها ادويه تاخذها فوالا كيف هذاك وجيت باش نقول لك انا مثلا لي روماتيزم انفلاماتوار الالتهاب نتاع المفاصل هذيا مرض مزمن لازم فماش كلام لازم تاخذ دويها المرا ولا يفو بروندغ سي تريتمون هذيا حاجه. في الارتروز هذيا بالعكس فما وقايه فما الوقايه اللي هي مثلا الرياضه لو سبور لازم قبل كنا نقولوا للعباد ما تعملوش سبور كي تبدا عندك الارتروز ما لازمكش تعمل سبور مش باهي للمفاصل نتاعك الوغ كو دراسات ظهروا انه بالعكس المفصل سي ان تو فما العظام فما الكارتيلاج فما العلب فما العضلات هذايا الكل لازم يخدم باش يحافظ على المفصل دونك الاكتيفيتي فيزيك مهمه برشا تنقيس الوزن لازم البوا ما يكونش زايد على خاطر ياثر يوجع المفصل هذه حاجه. ثانيا مالوغوزمون فما عباد عندهم برشا الوراثه دونك هذوكم لازمهم يحافظوا على المفاصل نتاعهم اكثر من الاخرين هذاك اللي قلت لك عليهم. وفما دويات معينين يتعطاو مش باش ينحيوا الوجيع وكاو اما باش ينقصوا من سرعه الاحتكاك. وفي هشاشه العظام فما دواء دونك الدواء نتاع هشاشه العظام تاخذ من سنتين الى خمس سنوات دونك اهم حاجه انه المراه كي تعرف خاطر هذه الماغني قلت لكم تجي اكثر عند النساء وفيها عامل الوراثه ياسر دونك كي تعرف المراه انه عندها شكون في العائله من ماتها قامت كانت تمشي طاحت تكسرت هذه سي با نورمال صغرت قصرت في الطول هذه سي با نورمال لازم كي تقعد دونك هذه كلهم دي سيني نتاع هشاشه العظام دي سيني نجم تكون عندها هشاشه العظام مش عادي واحد كي يمشي يزلق يطيح يكسر المخروقه سي تانوس كي دور ما تنجمش يتكسر في بسهوله هذه فوالا دونك لازم كي تعرف انه عندها العائله في العائله نتاعها دي شوز هكاكا لازمها تمشي كي تنقطع عليها العاده الشهريه لازمها تقيس العظام باش تعرف اذا عندها هشاشه العظام خاطر راهو مرض يداوى. داكور معناها كي تاخذ هي من الاول في سن مبكره تنجم الفي بيان وتنجم تخلص بيان سور حتى في هشاشه العظام راهو الوقايه باهيه معناتها خاطر ظهرنا انه الرياضات اللي فيهم انتاكتو سول معناتها المشي الجري اللي فيها تنزل على الارض هذوكم يقويوا العظام يخلقوا العظام دونك مهم برشا. تري بيان المارش ديما ناكدوا على المارش حاجه ياسر مهمه. نكملوا ببعض النصائح دكتوره فوالا الوغ اهم حاجه كما قلت لك كي تبدا عندك مثلا احتكاك في الغضروف نبداو بالارتروز. الارتروز حتى هي في عامل وراثي كبير كي تبدا عندك الوالده ولا الوالد عنده احتكاك في الغضروف لازم انت على بكري تنقص في البوا ليجين اليمونتير عندك انت الماكله نتاعنا لو ريجيم ميديتيرانيان احسن ماكله خاطر فيها الويل دولي فيها لي اوميغا 3 فيها الحوت فيها لي ليغوم هذوما الكل باهيين خضره والغله تبارك الله عندنا كل شيء هذاك احسن ريجيم دونك لازم البوا نتاعها يكون باهي لازم تعمل 30 minutes de marche par jour هذيك لي ريكومونداسيون تاع لو ام اس لازم الرياضه تدخل في ذهن التونسي في كل الاعمار في كل الاعمار حتى في سن متقدمه احنا ساعات نبداو خايفين عليهم ونقول لهم اقعد اركح مريض ما تعمل حتى شيء بالعكس هو بالعكس انت في كي يتقدم العمر لازم العضلات ديما يخدموا على خاطر لازمهم يتقويوا علاش على خاطر انت شنو اللي تخاف منه انه يطيح كي تبدا عنده الميسكل قوي ويعدوا لي ريفلكس قويين خاطر سبور تعطيك لا ميسكولاتور وتعطيك لي ريفلكس الباهيين تولي ما تطيحش وانت هيك هو اللي تخاف منه وكي تقول لهم انت ما تتحركش رد بالك لا تقوم يولي هو كي يقوم يخاف يخاف وما ينجمش يمشي اي دونك يذوبوا لي ميسكل نتاعو اي سا سي با بون ماهيش حاجه باهيه يضعفوا العضلات نتاعو
وحنا اهم حاجه لو كابيتال موسكولير، المسكل نتاعو لازم يقعد قوي. تري بيان، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه دكتوره على المعلومات هذه الكل. الدكتوره سمر قرقني، طبيبه مختصه في امراض العظام والمفاصل والروماتيزم، نورتنا بحضورك. احنا تقريبا هكا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا، باش نمشيو نذوقوا لي بلا القبقوبين اللي طيبهم لنا الشيف سيد. وصلنا لاخر الحلقه بتاعنا، فطورنا اللهم صلي على النبي مزين مفوح، الريحه بنينه، تبارك الله عليك شيف سيد. الله حد عليك شيف سيد القاسمي. دونك نذكروا سيدة المشاهدين اليوم شنو طيبنا. اليوم طيبنا نبداو بالديسير. نبداو بالديسير، عملنا البانكيك نتاعنا تاع بريباراسيون فانواز، اي وزيناها بالشوكولا فوندو نتاع فانواز، تاع فانواز كريم تارتيني نتاعها، الجو نتاع بوفريوا، اي وعدنا من بعد عملنا الانتري شود اللي هو ليبيدور جيتار، خلينا الجيتار الفات فريش هذيك التراديسيونيل ياسر بنينه بيان سيشي هذيك، وعملنا معها شويه فرويد مير كريم فريش وبيرموجانو وزيناها هكاك صوص كريموز، والسويت عملنا البرا برينسيبال، عملنا رولي نتاع دورات فرسيناها بشويه شفريت وشويه بصل ومعدنوس، وعملنا لها شويه صوص هولنديز هذيك البريطانيه هذيك، وعملنا وبيان سور هذايا استعملنا فيها زاد الجولدينه باش تعطي الجو هكا البنين مع هي لاصوص هولنديز. لاصوص هولنديز هي عظم وجولدينه كل مع بعض، فهمتني؟ والتاكوس عملنا التاكوس مكسيكان بالفيون داشي وصوص الحاره بالسيكام نتاعنا الهريسه الحاره الفاوحه وشويه طومات دوبل كونسونتري زاد نتاع سيكام باش عطتنا هكا الجو هذاك نتاع الصوص نتاعنا الحمراء المزيانه. والبات عملناها بالبريباراسيون تاع فانواز اللي هي ميني برجر، او عرفت وريت البريباراسيون تاع الميني برجر، تنجموا حتى تعملوا بها لي لي تاكوس، جوست احنا نحينا الخميره دونك استعملنا كان البريباراسيون ما غير خميره، الخميره خليوها لحاجه اخرى وعملناها بوالي ديريكت. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو شيف. دونك نتقابلوا ان شاء الله غدوه انا وليك، انا باش نستدعاك تعمل معنا قهوه قمقومه القهوه. اليوم اخترنا باش نذوقوكم الكافي شيكوري، شيكوري قهوه بنينه ياسر لفطور الصباح، نجموا نعطيوها بيان سور لصغيراتنا خاطر فيها اقل نسبه نتاع كافيين، دونك باش تتمتعوا باحسن لي برومو نستدعاكم باش تدخلوا تعملوا طلع على الباج فيسبوك وانستغرام تاع جولدن كوفي. وبقى لي في الاخر كان باش نشكر بيان سور تو نو سبونسور اللي موجودين معنا في كوجينتنا اليوم وعلى امتداد البرنامج، ونشكروا ياسر وينوكس على الكوفير المزيان الشباب هذايا، لا مارك تونيزيان هذايا اللي مدلتنا حاجه روبوست حاجه مثخمه كلاس، وان ميم تو ما نخافوش عليها تنجم تعيش معنا الفتره طويله برشا. ميرسي بوكو. دونك البوتيك زازا فاشد اللي موجوده في المنزه ويت، ونعطيكم موعد في حلقه غدوه ان شاء الله كيما العاده، من نهاركم فل الويكاند على الحوار التونسي ابغتيغ من 11. Yeah.